مقتنعين طول الوقت انه حياتنا مشوار طويل بنمشي فيه، ويا اما ناس بتوصل في اخر المشوار ده لنجاح وتكمل من نجاح لنجاح، او انه بتقف في نص المشوار وبتقف في نص الطريق وما بتكملش وبتحس انه خلاص انا الموضوع معايا لغايه كده، انا مش قادر انجح في حاجه. علشان نوصل للنجاح لازم نمشي المشوار، ولازم نفضل ماشيين طول الوقت رغم الصعوبات ورغم المطبات اللي بنعدي عليها، رغم انه في بعض الحاجات اللي ممكن توقعنا، بس عندنا القدره ان احنا نقوم مره تانية. النهارده ضيفنا هو مشوار طويل مع الفن، والحقيقه ان انا معايا النهارده في الاستوديو مجموعه من اللوحات هايله فعلا بتدل على فن رائع وممتاز. الوان مختلفه، طريقه رسم مختلفه، تكنيكس مختلفه كمان في الرسم. بس ايه هي التكنيكس وايه الالوان اللي بيستخدمها ومشواره بدا معاه من امتى، وهو وصل او لغايه اللحظه اللي بنتكلم فيها دي هو وصل اللي هو عايزه ولا لسه عنده طموح اكبر بكتير وان يوصل لحاجه اكبر بكتير؟ ده اللي هو هيقوله لنا شخصيا. بيشرفني يكون معايا مهندس جوزيف حنا، فنان تشكيلي. اهلا بيك يا باشمهندس. اهلا بيك، صباح النور. الله يخليك. مجموعه اللوحات اللي معانا في الاستوديو النهارده مجموعه هيلة وفعلا رائعة، وفي منها أنا حسيت أنه مش ممكن تبقى مرسومة، أنا حسيتها متصورة. فخلينا كده أتكلم معاك الأول عن دراستك أو أكاديميك، اللي أنت يعني بدأت إزاي وبدأت من إمتى، والرسم بقى بدأ معاك إمتى؟ أنا خريج كلية تربية فنية جامعة حلوان. أنا كنت برسم زمان وأنا صغير يعني، طبعا وكان التشجيع كان من والدي، وفضلت الموهبه معايا من وانا صغير لغايه لما دخلت الكليه. فبدات طبعا اخد الموضوع بشكل طبعا تقني مختلف، وبعد كده اتخرجت اشتغلت مدرس تربيه فنيه. وبعدين ما عجبنيش الحال تماما، لقيت الطاقه اللي عندي والموهبه اللي عندي محدوده، يعني مش عارفه اشتغل طبعا في وسط متحدده. فروحت سايب التعليم خالص وبدات اشتغل في الرسم، وركزت شويه في الرسم وبدات انطلق يعني. طيب يعني مش هسألك انت ليه سبت انك تعلم او سبت التعليم، بس هسألك انت كنت بتحس بايه لما كنت بتلاقي حد من الناس اللي بتدرس لهم او الاطفال اللي بتدرس لهم بيتعلم حاجه على ايدك انت؟ شوفي، في احنا عندنا في مصر هنا في كم من الطلاب موهوبين جدا، ولكن يعني انت عارفه التعليم شويه عندنا، المدارس كمان ماده التربيه الفنيه وماده الموسيقى مش واخده حقها في المدارس شويه، فللاسف في شويه اهمال. لكن في طلبه كتير كنت موهوبه واقعد اعلمها، ويجي لي كده وسط الحصه واقعد اعلمهم وافهمهم الدنيا ماشيه ازاي، وكان هم مبسوطين جدا من ان هم مهتمين، حد مهتم بيهم يعني في الكلام ده كله. انا عارفه انه الرسم ليه تكنيكس كده، تكنيكس معينه، يعني كل واحد بيرسم بطريقه ما. تمام. وكل رسام او كل فنان بيحب يرسم في سكه كده معينه. انت بتحب ترسم بانهي تكنيك؟ بص، انا يعني عاده شغلي كله بالالوان الزيتيه، الوان زيت يعني غالبا. يعني هي انواع الالوان ايه اصلا؟ في الوان زيت وفي الوان ميه والوان جواش وفي الوان اويل باستيل وسوفت باستيل والوان فلوماستر والوان شمع، يعني في الوان كتير جدا يعني موجوده. كل لون من دول او كل نوع من دول بيدي تاثير مختلف. تمام، ويدي تكنيك مختلف، وكل واحد بقى فنان بيحب يشتغل بالوان معينه وبيشتغل بيها. انا بحب البورتريه، فن البورتريه اللي هو الوجه، اللي هو الوجه يعني بشكل عام. اللي هو زي زي اللوحه اللي جنبي واللوحه اللي جنب حضرتك. ده البورتريه والولد ده تمام كده. بلاقي فيه تفاصيل جميله. ده جسم كامل، فيجر جسم كامل. بس ده اسمه بورتريه برضو؟ لا، البورتريه هو الوجه فقط. وش، اوكي. الفيجر او ده جسم انسان يعني. انا بحب اشتغل ده عشان بلاقي كده في الملامح في تفاصيل جميله الواحد بيحب يشتغلها يعني، خصوصا الفلاحين والريف المصري المجموعه. طب انت ازاي بتطلعه كده يعني؟ يعني بصوا، الولد طبعا صورته رائعه، بس انا عايزاكم تجيبوا الصوره اللي جنبها بتاعه الفلاح، ازاي مطلعه كده يعني؟ ازاي مطلع الخطوط اللي عنده في القوره طبيعيه، والخطوط اللي بين الحاجب، الخطوط بتاعه العين وهو بيضحك؟ يعني انا فعلا حاساهم يعني الجزء اللي تحت مرسوم، بس الجزء اللي تحت انا حاساه متصور، الجزء اللي فوق حاساه متصور. فاللي هو ازاي بتعملهم كده وازاي بتطلعهم كده؟ ما هي مش مرحله واحده، هي بتبقى مجموعه مراحل، ودي الموهبه اللي ربنا مديها لنا. فالواحد بيقعد يشتغل مره واثنين وثلاثه عشان لغايه لما يطلع كل التفاصيل الموجوده في الوش. ما دي الموهبه بقى اللي هي بتاعت ربنا مع الدراسه يعني.
طيب انا عايزه الصوره اللي فوق اللي هي بتاعه الفلاح اللي قاعد على الرصيف ده. صح او الراجل العجوز يعني. تمام. اولا انت مستخدم هنا الوان ايه وتكنيكس ايه، والصوابع دي معموله ازاي؟ اكنها طبيعيه جدا. يعني انا معجبه جدا بالصوره دي. شوفي اقول لك، الصوره دي ليها حكايه. يعني انا شفت الراجل ده، شفته حقيقي. شفته حقيقي، كان في منطقه كده في النزهه الجديده غالبا، وعجبني قوي القعده. هو كان قاعد بنفس المنظر ده، وانا صورته بالكاميرا بتاعتي. ماشي. يعني هو الفنان بياخد الاعمال بتاعته من الشارع او الريف او الطبيعه يعني. فصورته وبعد كده روحت يعني اشتغلت في الاتيليه دي بالالوان الزيت وبالفرشه عادي على حاجه اسمها خشب، وبعد الخشب بنشد عليه حاجه اسمها توال. التوال دي ماده معموله مخصوصه علشان خاطر الرسم الالوان الزيتيه، بيتشد عليه وبشتبه بدي اشتغل بالفرشه والالوان. وكمان مدخل فيه حاجه التكنيك بحاجه اسمها سكينه الباليتا دي، بناخد اللون كده يعني بكتله كده على بعضه وبنشتغل بيها باللوحه لغايه لما طلعت بالطريقه دي. طب انت علشان تعرف توصل للتفاصيل اللي اتكلمت فيها دي، بالحاجه اللي بتشدها على الخشب، باللون، بالنوع الالوان، بالفرشه، بكل الحاجات، انت قعدت قد ايه علشان توصل لده، او عشان تعرف تعمل ده بكل المراحل بتاعته؟ لا قعدت كتير يعني. يعني انا بعد الكليه لغايه دلوقتي وانا عمال اشتغل كل يوم، بشتغل حوالي 8-10 ساعات كل يوم. طب بما اننا بنتكلم على اسلوب تعليم الى حد ما مش قوي قوي، وانه برضو في المدارس مش مهتمين قوي بحصه الرسم زي ما بنقول، الكليه بقى علمتك فعلا او حسستك انه طبعا في اختلاف كبير، او يعني طورتك وودتك لمرحله تانية، ولا برضو التعليم في الكليات اللي ليها علاقه بالفنون لسه برضو محتاجه شويه تطوير؟ لا في الكليه طبعا اتعلمت. احنا كنا بناخد في الكليه عندنا مواد كتير قوي، كنا بناخد تصوير ورسم، وحتى كنا بناخد نجاره ومعادن. لا الكليه فرقت معايا طبعا يعني بشكل متخصص بقى في كل ماده بنشتغلها على الحده كم سنه في الكليه. لا ده الموضوع مختلف طبعا، كان بيدونا مجموعه دكاتره حلوين. لا الموضوع مختلف. الصوره بتاعه التنوره دي بطريقه خالص مختلفه يعني. حاساها مربعات 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 جنب بعض، اكنها طالعه عامله كده. دي معموله ازاي؟ دي معموله بالفرشه، بس احنا في طريقه اسمها طريقه تاثيريه، يعني بنضرب الفرشه كده باللون كده فتدي قطع صغيره من اللون، كانك بتنقط شويه يعني. يعني شكل الفرشه ليه شكل معين، فبيضرب الفنان ضربه كده جريئه عشان تطلع التاثيريه دي. دي مدارس مختلفه يعني، يعني غير الشغل الطبيعي بتاع الراجل الفلاح او الراجل اللي قاعد على الارض. طب صوره الولد الحلو اللي احنا بنجيبها من بدري، صوره الولد الحلو دي ليها تحضير في الاول، يعني مختلف غير اي تحضير لوحه. يعني ليها تكنيك كده معين، بحط كده بماده سائله كده شويه عشان تعمل التكشر الملمس اللي موجود في الصوره. بس ده بعد ما بترسم؟ لا ده في الاول يعني قبل ما اشتغل. الحاجات اللي واقعه على الصوره او على وش الولد دي قبل الرسم؟ دي قبل الرسم. ده بصي لكل فنان ممكن يعمل تحضير بشكل مختلف عشان يديله معنى واحساس معين. فدي في الاول انا حضرت بشكل معين، وبعدين اشتغلت بالوان رصاص وفحم الولد ده عشان يعبر عن المأساة اللي بعيشها في الحياه. الوان الرصاص بتدي احساس مختلف، جو تاني. خالص جو تاني يعني. الالوان جميله، والراجل اللي انا معجبه بالبورتريه او بالصوره بتاعته هاي الوانه جميله، وتفاصيل التفاصيل باينه فيها اكنه حد طبيعي جدا، بس الابيض والسود ليه جو تاني كده، بيحطيني في حته تانية كده. حكايه هما بيدوا احساس مختلف، وفي حته تانية بتبقى مختلفه عن كل الالوان وكل الشغل. انا بحب على فكره الابيض واسود، وكان هو ليا خطه معرض ابيض واسود فقط لا غير يعني. هتبقى هايله الجمال يعني. مختلفه. طيب انا عايز اسالك كده باشمهندس عن انت كل واحده مستخدم فيها تكنيك مختلف. تمام. بشكل الوان مختلف او بنوع الوان مختلف، انت بتبقى عايز تعمل ايه قبل ما تبدا في البورتريه او في الصوره؟ انت في جواك حاجه بتعبر عنها من خلال الرسمه، ولا بتبقى حاجه مطلوبه منك، ولا بيبقى حاله كده انت نفسك تطلعها بس مش عارف تتكلم، مش عارف تعبر، مش عارف تعمل حاجه، فبتطلعها في خلال رسمك؟ شوفي انتوا كل اللي انتوا قلتيه مع بعض، هي بتبقى حاله طاقه، انا حاجه في حاجه في جوايا عايز اطلعها، فابتدي بقى اشوف انا هشتغل ازاي، هشتغل الطاقه او الحاله اللي انا فيها دي اطلعها في بورتريه، ولا اطلعها في صوره ابيض واسود، ولا اطلعها فيه، وابتدي بعد كده اشوف انا عاوز ايه.
انا عاوز تكنيك شكله ايه. من هنا ببدا احط الخطوط العريضه بتاعه الصوره، سواء بقى منظر طبيعي او ايا كان يعني، وابتدي بقى خطوط عريضه، وبعد كده ابتدي اشتغل بالالوان اللي انا هستخدمها. طبعا الفنان بيبقى جواه شايف فيه رؤيه مستقبليه بالزبط. هو للوحه شكلها ايه، هو رايحه فين. بس طبعا الموضوع بينمو ويتطور وهو شغال، يعني مش اللي في دماغي على طول بينزل، لا هو الموضوع يعني عارفه الحاله بقى بتعيشيها فبتبقى مختلفه وانت بترسمي. لا ده انا هعمل هحط اللون هنا معين، لا انا هنا غمق شويه، انا فتح شويه، الموضوع بيبقى فيه احساس شويه اكتر من دماغي يعني. طيب حضرتك قلت لي انه انت بدات الرسم من وانت صغير. تمام. يعني الموضوع بدا معاك وحسيته والاسره كمان حسيته من وانت صغير. انا اعرف ازاي ان ابني عنده الموهبه؟ يعني لو هو مثلا في المدرسه بيرسم وحش تمام، زي اي طفل شخبطه بيرسم شكل البني ادمين غريب، العين غريبه، البق غريب، كل حاجه بتبقى شكلها في الاخر كده مش بني ادمين، يعني مفيش علاقه بالبني ادمين خالص. بس انا عايزه في نفس الوقت اطور جواه او احط جواه الحس الفني، هل ممكن انه طفل ما عندوش اصلا النقطه دي خالص يتحط جواه الحس الفني، ولا لازم يبقى هو بس حاجه بتطلع الحس الفني بمساعده مني ومساعده من حد بيعلمه، ولا الموضوع ممكن بقى يبتدي من الاول خالص؟ شوفي هقول لك على حاجه، هو الموضوع طبعا لازم يبتدي من البيت، الملاحظه لازم نلاحظ هو 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 حلو في ايه، هو حابب ايه، هو كويس في ايه، ده اولا. من هنا ابتدى اتحرك، لو لقيته هو انا الاب او الام شايفين ان الولد في اتجاه معين هو ميال ليه، انا ببتدي اروح اشوف بقى في مراكز معينه انا ابتدي اطور وانمي في الموهبه دي. يعني الموضوع زي ما بسالها كده محتاج، او الموضوع بيبدا بانه في حاجه جوه الطفل. تمام. وانا بس بطور. لكن لو هي مش موجوده تمام ما ينفعش تتعمل. لا ما هقول لك على حاجه، في حاجات بتبقى باينه، يعني في اولاد بترسم وتبقى باينه انها بترسم كويس. تمام اوكي. طيب في ولد ما عندوش موهبه بتاعت الرسم لكن عنده حاجه تانية، فانا المفروض ان انا حاجه تانية زي ايه؟ اي في اي موهبه في اي تانية مش الرسم. مش الرسم. تمام. المفروض انا بقى ابتدي اشوف اكتشف الولد في مراكز او في اماكن معروفه ممكن واحد يروحها يبتدي يشوف الولد ده يبتدي يطور، نعلمه في ايه؟ يعني نشوفه في الرسم، نشوفه في الموسيقى، نشوفها لو بنت نشوفها في الباليه، ونبتدي نكتشف، لما نكتشف نبتدي نعلم ونطور. لا انا مقتنعه بفكره ان انا كأم عليا ان دوري اني اكتشف، لكن لو انا نفسي ان ابني يرسم مثلا وهو ما عندوش اصلا مش حابب، يعني مش حابب يمسك قلم، مش حابب يمسك الوان، جربت مثلا معاه بس انا مصره انه يتعلم، انا مصره انه الحس الفني يبقى موجود جواه، هل ده ممكن ان الطفل ده اللي مش جواه النقطه دي يتحول بعد فتره لانه الحس الفني يكبر عنده، ولا ده شيء مستحيل؟ لو بنتكلم على الحس الفني بشكل عام ممكن، يعني في اي حاجه تشكيليه فنيه. لكن الرسم لا، الرسم صعب، الرسم صعب طالما ما عندوش الموهبه بتاعه الفن او الرسم، دي بتبقى صعبه شويه. احنا ممكن نعلمه شويه حاجات قواعد رئيسيه نعلمها ليه هو، انما اعلمه الموهبه لا، دي صعبه شويه. طيب صوره الشكل المصري قوي اللي كان معانا دلوقتي على الشاشه، عايزين نتكلم عنها بقى اللوحه دي شويه، او ده بورتري مش كده؟ ده بورتري. تمام. نتكلم عنه شويه. شوفي انا زمان كنت بسافر مع بابا في البلد زمان في الريف، فغالبا ده اثر فيا كتير، ان انا لما اجي بشتغل تملي بمين ناحيه الريف المصري والبورتريه وشوشهم الملامح الجميله المصريه، شكلها يجنن على الشاشه. فدي كانت واحده من المنيا كنت انا صورتها برضو ورسمتها طبعا. لا ورسم الحلق بتاعهم فعلا بس على الحلق يعني الحلق ليه شكل طبع معين مختلف نازل بشكل كده معين. أيوة. ملامحها ابتسامتها ليها بتدي بعد كده رهيب، يعني اللي هو رغم سنها الكبير ورغم الخطوط اللي في وشها لكن ابتسامتها مداني سلام. في كده امان، يعني مش مشكله، يعني اي حاجه مش مشكله. دي معموله بالالوان الزيت والتكنيك برضو، يعني ده زيت. دي الوان زيت، والراجل اللي كان اللي شفته فوق اللي هو كان في ده الوان زيت، ده كان في زيت، ودي زيت، دي زيت. ما عدا دي هي دي اللي يعني حاليا اللي موجوده قدام الشاشه اللي مش الوان زيت. اللي هي انهي؟ اللي هي الولد الابيض واسود. ده مش دي. واللي جنبها اللي جنبها زيت بس لون واحد، يعني لون واحد. هي دي اللي جنبها، دي لوحه كنت عارضها في معرض في المتحف القبطي، لوحه من معرض اسمه من وحي زياره العائله المقدسه الارضنا يعني. ودي معموله بقى مش على توال او على خشب، دي معموله على ورق نصبيان
هسمع عن اسمه. نصيبيان، بس كمان مشدود عليه ورقه كانسون الوان مختلفه، يعني الخلفيه باللون ده وانا راسمها بلون واحد وعاملها بس تكنيك الظل والضوء. صح كده؟ تكنيك كده بالفرشه بالون الزيت، بحيث ان انا اعمل جو قديم كده شويه، جو قديم كده شويه للعمل الفني بالذات يعني. وكان الفكره كلها ان احنا نختار اماكن لزياره العائله المقدسه، وراء الخلفيه هتلاقي الخلفيه بتاعه. احنا معانا صور على الشاشه، حضرتك اللي راسم الصور دي ممكن تبص عليها وتقول لنا. ده طبعا مثلث الطوبه الرحمه قداسه البابا شنوده. بس شكلها برضو مش مرسومه، شكلها يعني استاذنكم نرجعها مره تانية، شكلها متصوره يعني صوره البابا وصوره الشخص اللي قبل البابا اكنها صوره يعني متصوره بكاميرا مش اكنها مرسومه. فازاي بتوصل للمرحله دي؟ يعني لون دقن البابا هي نفس لونه في الحقيقه يعني. وكمان نجيب الصوره اللي قبلها بعد اذنكم، صوره شاب كده او صوره راجل. دي دول برضو كلهم زيت. الوان زيت. تمام. الوان الزيت بتطلع الصوره طبيعيه. هي الوان الزيت يعني امكانياتها عاليه جدا. يعني ممكن تعملي بيها اي حاجه، فتقدري تشتغلي تطلعي النن والعين وكل الملامح والتفاصيل اللي موجوده في الوش، بحيث انك تطلعيها كانها زي الطبيعيه بالظبط. طيب انا واحنا بنعرض الصور كده عايز اسالك، انت ازاي بتفكر في شكل صوره؟ بتفكر من قبلها ولا انت بتسيب قلمك او رشتك او الوانك هي اللي ترسم اللوحه، وبعدين بعدها بشويه مش طبعا لما تخلص تبقى تكتشف انه في حاجه انت عايز تقولها من خلال اللوحه دي؟ شوف اقول لك على حاجه، لما يكون صوره فيها فكره الفكره دي بتاخد وقت كتير، هي في مراحل معينه من الفنان بيقعد يفكر فيها طول الوقت. انما في زي بورتريه شخصي او حاجه زي كده، دي يا اما يبقى قاعد بتفكر فيها قبل ما ترسمها. تمام. لا يعني يكون في صوره فيها فكره بتكلم عن مصر، فدي فكره فيها واحد يعمل سكتش وتصميم مره واثنين وثلاثه. انما لو يكون في يعني شخص بورتريه معين او جسم انسان قاعد انا برسمه، ده مش ما فيهوش تفكير قوي، ده في تفكير انت عاوز تعمل البورتريه ده وهتعمله ازاي وتكنيك ازاي والوانه عامله ازاي. حلوه قوي الصوره اللي على الشاشه دي. الوانها تجنن، منظر طبيعي. طيب شاركت في اي معارض قبل ما نختم كده عشان اعرف تفاصيل بقى المهمه؟ انا شاركت في مجموعه معارض في الاوبرا والهناجر وسور الثقافه يعني. حلو جدا. طب بما انك شاركت في معارض وبما انك بتشتغل باكتر من تكنيك واكتر من نوع الوان، وبما اننا في مصر الفن مش واخد حقه قوي لغايه دلوقتي، كل انواع الفنون في الاغلب يعني، انا عايز اعرف الناس بتتقبل فكره الرسم او بتقبل على اللوحات انها تشتريها، ولا برضو الفكر اللي هو بتاع يبقى عندي لوحه واشتريها وورد تبقى مكلفه لسه مش موجوده عندنا في مصر؟ لا هي موجوده، هي في ناس بصراحه بتشتري لوحات يعني طبعا كتير، بس طبعا الدنيا مختلفه دلوقتي مع الزياده اللي احنا فيها، الموضوع قل عن الاول. اللوحه عشان ترسمها مكلفه اصلا؟ مكلفه لانها بتاخد مجهود كمان، مجهود يعني دلوقتي الالوان كلها فتمن اللوحه ده تمن مجهود اكتر من انه تمن ماتيريالز. لا الاثنين مع بعض، لان احنا عندنا الخامات ما فيش، احنا مش بننتج الوان مصر الا يا دوب من قيمه كام شهر كده بدانا ننتج الوان زيت مصريه، فالالوان كلها مستورده. يعني الوان الزيت المصريه لما بدات تنتج بنفس الكفاءه بتاعه الالوان القديمه، ده رقم واحد. رقم اتنين، الاسعار اثرت على سعر اللوحه يعني قللتها شويه؟ لا 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 احنا لسه ما وصلناش لده. لسه ما وصلناش للكلام ده. لا اللوحه فيها مجهود اكبر من ثمن الخامه بتاعتها. بتقعد قد ايه ترسم في اللوحه مثلا؟ يعني حسب اللوحه مساحتها وموضوعها. اصعب لوحه في اللي موجودين معانا مثلا اخذت منك وقت قد ايه؟ اصعب لوحه الراجل ده اخذ منك وقت قد ايه رسم؟ اخذ مني مثلا 4 5 ايام. دي ده اطول فتره. ده كتير ولا قليل؟ لا انا تخيلتها هتاخد اكتر من كده. لا ما دي بقى تفرق مع الفنان. أيوة. في فنان ياخد وقت طويل، فنان يقعد يشتغل، فنان عارف بيعمل ايه، فده مختلف عن فنان لفنان. انا اتبسطت جدا بوجودك معايا النهارده واستمتعت باللوحات، انا بحب اتفرج قوي على لوحات، بحب اقتنيها كمان. يعني لو اطول ان بيتي كله يبقى لوحات جنب بعضها هعمل ده. كلهم. فانا بشكرك ودايما من نجاح لنجاح، ونسمع عنك اخبار اكتر ونشوف اسمك دايما منور في
معارض كبيره. وبشكرك مره تانية مهندس جوزيف حنا الفنان التشكيلي. شكرا شكرا ليك انت، ربنا يخليك. شكرا لك. العافيه فندم. كنا معاكم النهارده في حلقه صباح النور يوم الثلاث 2 اكتوبر 2018. نتمنى تكون الحلقه النهارده عجبت حضراتكم. لسه عندنا موضوعات كتير ولسه عندنا اهتمامات كتير بناخدها منكم انتوا وبنتوا اللي بتقولوا لنا عليها طول الوقت. بكره ان شاء الله صباح جديد، فريق عمل يوم الاربعاء هيكون مع حضراتكم، وصباح النور.